بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإن صوم شهر رمضان وهو من أركان الإسلام، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إذ قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. اليوم في هذا الفيديو غادي نهضروا على كيفاش نستقبلوا هذا الشهر رمضان. ملي كنشوفوا الفنانين كيستقبلوا رمضان بالافلام والمسلسلات الى اخره، وكنشوفوا اهل الترف كيستقبلوا رمضان انواع الطعام والشراب والملذات الى اخره، فكيف بنا نحن عباد مقصرون في حق الله عز وجل كيفاش غنستقبلوا هذا الشهر رمضان؟ اولا اخي اختي، اول حاجه دير قبل ما يدخل رمضان، وحنا باقي لنا يومين وثلاث ايام على شهر رمضان، شهر الغفران والرحمه والعشق من النيران، اولا أن تتوب إلى الله. كيف تكون هذه التوبة؟ التوبة وهي إقلاع عن جميع الذنوب. كنتي كدير شي ذنوب حاول تقلع عليهم، يعني مابقاش ديرهم. ثاني حاجة، خصك تندم على ذاك الوقت اللي دوزتي في ذاك الذنب. وثالث حاجة، أن تعزم أن لا تعود إلى ذلك الذنب. فمثلا كنتي كدير أي ذنب أو محرم، حاول ما أمكن تحبس مابقاش ديرو، وحاول أنك تندم على ذاك الأوقات وذاك الأموال اللي ضيعتي في ذاك الشيء. وحاول الركن الثالث وهو لا تعود ابدا. وحاول هذا الشهر رمضان، شهر المغفره والعشق من النيران، ان تقبل على الله بقلب ابيض سليم، كما قال الله عز وجل: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكيف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولاحظ معي، قال الله عز وجل في الايه: التواب، ان الله يحب التوابين، ولم يقل التائبين، اي ان الانسان مجبول على الذنوب، الانسان كيغلط. النبي صلى الله عليه وسلم عطاك واحد التعريف ديال الانسان: كل ابن ادم خطاء، ما كاينش شي انسان ما تيخطاش، ولكن خير الخطائين، اي صيغه المبالغه ديال الخاطئ اللي كيرتكب خطيئه، التوابون، والله يحب التوابين. اذا الا كنتي بغيتي الله عز وجل يولي يحبك، فحاول ما امكن ان تتوب من جميع ذنوبك، وان وقعت مره ثانيه او ثالثه او رابعه، فحاول ما امكن لا تمل، ان الله لا يمل حتى تمل. وكن على يقين أنه مهما كان ذنبك فإن الله سيغفره، كن على يقين. فإذا كان الله قد غفر لشارب الخمر وقاتل النفس ومرتكب الزنا والفواحش، فكيف ألا يتوب عليك؟ حاشا ولله ألا يتوب عليك. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لاحظ، قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما لم تشرك بالله فإنه قادر على أن يغفر ذنوبك، فجميع الذنوب اللي بينك وبين الله عز وجل يمحوها الله باستغفار واحد، أو في رمشة عين قدر يغفرها الله. عمرو بن العاص ملي سلم وبغى جا عند النبي صلى الله عليه وسلم باش يبايعو، قال: يا رسول الله، ابايعك على الاسلام ولكن بشرط. قال: من هو، ما هو يا عمرو؟ قال: ان تسال الله ان يغفر لي الذنوب. قال: يا عمرو، اولم تعلم ان الاسلام يجب ما قبله وان التوبه تجب ما قبلها؟ اي ان الانسان اذا كان على الكفر واسلم فجميع السيئات ديالو تمحى وكيبدا العداد من الصفر. وكذلك التائب الى الله، مهما عظمت ذنوبك وكثرت، فإذا أنت تبت إلى الله توبة نصوحة غفر لك ذنوبك جميعا بإذن الله، لأنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. أيضا في سورة النساء: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثم، أي الإنسان ما خصوش يضيع الوقت، ثم، وثم تفيد الفورية. ثم يعني الإنسان إذا ظلمت نفسك أو عملت سوءا فتوب إلى الله واستغفر، تجد الله غفورا رحيما. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك من قبل ولا أبالي. وهذا حديث حسن صحيح. إذن هذا شهر رمضان هو فرصة مواتية لجميع الناس
الذين أسرفوا في الذنوب أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا، وتذكر كيف أنك تعصي الله وأنت تحت سمائه وأنت فوق أرضه وتتنفس من هوائه وتأكل من طعامه، وجميع النعم اللي أنت عندك حاليا فهي من الله، وما منكم من شيء من نعمة فمن الله. جميع النعم اللي عندك، الصحة والمال والأهل والولد، أي حاجة تخيلتيها رضي الله عز وجل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكيف أن الله عز وجل أنعم عليك بجميع النعم وأعطاك من كل ما وأعطاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه فرصة ومناسبة في هذا الشهر رمضان، شهر الغفران وشهر القرآن، أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن تندم على جميع الذنوب التي قمت بها سابقا، وأقبل على الله، أقبل على الله، وتذكر أنك إن كنت صادقا مع الله فإن الله يصدق، كيف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الله يصدق، أي أقبل على الله بنية صالحة وبقلب سليم ترى عجبا. ثاني مسألة اللي خصك الإنسان يديرها في هذا شهر رمضان، وهو أن تشكر الله على نعمة رمضان، أن تشكر الله على أن بلغك رمضان. فكثير من الناس لم يبلغوا رمضان، بزاف الناس صاموا معنا رمضان اللي فات، وبفعل هذه الجائحة بزاف الناس راهم تحت القبور حاليا، فياريت أنهم تيتمناو ولو ساعة يرجعوا يصوموا معنا ولو ساعة، أو يصلوا معنا ولو ركعة. فأشكر الله على نعمة أن بلغك شهر رمضان، واسأل الله من فضله يؤتيك من فضله. الوصية الثالثة وهي نحن الآن في شهر رمضان إن شاء الله، وهو شهر الصيام، فعلى الإنسان أن يتعلم أحكام الصيام، وأن يتعلم أحكام الصلاة، وأن يتعلم تلاوة القرآن. فهذا الشهر شهر الهمة العالية، وشهر الاجتهاد والكد والجد والعمل، فعلى الإنسان أن يتفقه في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والآن احنا على واحد الركن من أركان الإسلام كما أخبر كما قلنا في الأول ديال الفيديو، فهذا شهر الصيام، شهر الصيام بامتياز، وشهر تلاوة القرآن بامتياز، وشهر الصلاة بامتياز، وشهر قيام الليل بامتياز. فعلى الإنسان بما أنه مقبل على واحد العبادة يبتغي بها وجه الله، خصو يتعلم كيفاش غادي يؤدي ديك العبادة على الوجه الذي يحبه الله ويتقبله منه. فغادي تصوم، تعلم أحكام الصيام، بحث في كتب الفقه، سول الفقهاء، سول العلماء على الصيام، كيفاش كيكون الصيام. قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي أن هذا الشهر الذي يميزه هو نزول القرآن فيه، ولذلك خصنا نقبل على تلاوة القرآن تلاوة وتدبرا وفهما. يعني خص الإنسان يقرأ القرآن ويبحث شوية في التفسير، نحيد شوية الكسل ونقرأ ونقبل على كتاب الله، كلام الله. واعلم أن هذا الشهر مخدى الفضل جاله والشرف جاله والرفعة والهمة العالية، لأن القرآن نزل فيه، وأي شيء قرن بالقرآن إلا على شأنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن فكان سيد ولد آدم، وأمة محمد هي خير أمة أخرجت للناس لأن القرآن نزل فيها، وخير شهر في العام وهو شهر رمضان لأن القرآن نزل فيه، وخير ليلة في شهر رمضان وهي ليلة القدر وهي الليلة التي نزل فيها القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. في شهر رمضان جميع الحسنات تتضاعف، جميع الحسنات تتضاعف، فقراءة القرآن يعني الفضل جلها لا يعد ولا يحصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا فإن له بكل حرف حسن سبعون حسنة، فإن له بكل حرف سبعون حسنة. فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أي أنك إلى زدت القرآن وقريت سورة البقرة أول ثلاث حروف من الحروف مقطعة ألف لام ميم، أنت كسبتي 210 جيل الحسنات. والله عز وجل هو الكريم وهو الغني، والله يضاعف لمن يشاء، الله يضاعف لمن يشاء. فأقبل على الله بقلب صادق ترى عجبا. وآخر وصية أخي أختي، نوصيكم أن شهر رمضان فهو إلا أياما معدودات، كما قال الله عز وجل في القرآن أياما معدودة لعلكم تتقون، ثم قال أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي أياما معدودات. وهنا كيبين لك الله عز وجل التخفيف، حيث الآية بداش بكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي أنه فريضة
على أمتكم كما فرض على الأمم السابقة، وجاء من بعد بالتخفيف أياما معدودات، أياما معدودات، وإن طالت فإنها قصيرة. وحنا في الزمن اللي كنعيشو أن الوقت كيطير، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أن آخر الزمن يتقارب الزمن، فيصبح العام كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم. ولذلك تذكر أن هذا الشهر إن شاء الله شهر رمضان راه غادي يطير، راه غادي تغمض عينيك غادي تحلم غتلقى سالة. فيكفي أنك تصوم نهار الأول وتفطر تحل عينيك تغمض عينيك تحلم تلقى الشهر سال. ولذلك حاول ما أمكن استغل الأوقات ديال شهر رمضان. راه كل ثانية، اعلم أن كل ثانية في هذا الشهر المبارك فهو غدا يوم القيامة غتلقى جبال من الحسنات، والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك أخي أختي استغل كل ثانية، يعني كل ثانية كنتي جالس وأنت صائم اذكر الله. قدرش تقرا القران قرا القران، ما قدرش يستغفر ما قدرش يستغفر سبح، يعني حاول ما امكن يشغل وقتك في رمضان بذكر الله، وحاول تطلب العلم، وحاول الانسان اللي ما عمره ما كان يقرا مثلا القران او السيره النبويه فهذه هي الفرصه المواتيه، عندك الوقت الكافي، يعني حاول هذاك الوقت اللي غادي تضيعه في نتفليكس وفي البرامج والموسيقى الى اخره داكشي الهابط، حاول ما امكن دير واحد شويه ديال الموازنه. كنتي كتضيع الوقت بزاف في الافلام والبرامج والمسلسلات الى اخره، حاول تعوض وقتك، وهذاك الوقت غتلقاه يوم القيامه. هذاك الوقت هو الوحيد اللي ما غاديش تندم عليه، الوقت الوحيد اللي غادي تلقاه يوم القيامه هو الوقت الذي تشغله بذكر الله وبطلب العلم وبتلاوه القران وبالصلاه وبالزكاه وبالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك هاد 30 يوم وان طالت فانها قصيره، راه دغيا غادي تدوز، راه غدا بعد غدا غنلقاو راسنا عاوتاني هو سال رمضان، هو جا العيد، هو عاوتاني جا العيد الكبير، هو راس العام الى اخره. الوقت كيطير، راه من 2010 لدابا ما حسيناش به. ولذلك اخي اختي هذا الشهر هذا حاول ما امكن يعني اعتزم واستغل الجزء من الثانيه من رمضان، فانه غدا يوم القيامه لعله ثانيه او تسبيحه او استغفار واحد في شهر رمضان لعله يكون سببا في دخولك الجنه ان شاء الله. اذا اخواني اخواتي ان شاء الله في هذا رمضان غادي يكون تقريبا جميع الفيديوهات على هذا الشكل، غادي نحاول ما امكن كل مره نهضروا على موضوع يخص شهر رمضان، يعني مره ان شاء الله نهضروا على القران، مره نهضروا على الصيام، مره نهضروا على الزكاه، على الصلاه، على الدعاء، على الدعاء خاصه غادي نخصوا لي واحد جوج الفيديوهات ان شاء الله تعالى، لان الله عز وجل لما ختم ايات الصيام باش ختمهم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي لعلهم يرشدون. ولذلك الانسان يحاول ما امكن يكثر من الدعاء ويتحرى اوقات الدعاء، فمع الافطار دعوه مستجابه، بين الاذانين يعني بين الاذان والاقامه دعوه مستجابه في الثلث الاخير من الليل. والحديث مشهور للنبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل في كل ليله اذا كانت الثلث الاخير فيقول هل من داع فاجيبه، هل من مستغفر فاغفر له. اذا الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو، والله يجزيكم بخير، وصلوا هذا الفيديو للناس اللي مقبلين على رمضان والذين أسرفوا في الذنوب والسيئات، لعل الله أن يتوب علينا جميعا، ونسأل الله أن يغفر لنا وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، إنه ولي ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.